السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في حلقة جديدة من برنامجكم عالم بلا إلحاد. هي أمنية غالية نسعى إليها في كل حلقة، نرد على الملحدين، نرد على مدارس الإلحاد القديمة ومدارس الإلحاد الجديدة، لأن الإلحاد استطاع خلال العقود الثلاثة الماضية أن يجدد الأدوات، استطاع أن يجدد الأرضية التي يقف فوقها، ومن ثم وبمنطق الفعل وردة الفعل وجب على الدعاة والمصلحين الذين يدعون إلى الله على بصيرة من أمرهم أن يجددوا الأدوات وأن يردوا على الإلحاد الجديد بأدوات جديدة محدثة. الآن هناك ما يسمى في الفكر الإنساني نيو إيثيزم أو الإلحاد الجديد، ومعظم حلقات عالم بلا إلحاد سنخصصها للرد على مدارس الإلحاد الجديد وتياراته. لم يعد الإلحاد هو إسماعيل أدهب، لم يعد الإلحاد هو مدرسة بوخنر الفيلسوف المادي القديم الذي وضع كتاب القوة والمادة. الإلحاد خلال العقود الثلاثة الماضية يحاول أن يلصق نفسه بالعلم، ومن هنا ظهرت مدرسة الإلحاد الجديد ويقودها عدد من العلماء في العالم مثل سام هاريس، مثل ستيفن هوكينج، مثل دوكنز، ريتشارد دوكنز. هذه هي الأسماء التي سنخصص ونفرغ حلقات للرد عليها وتفنيدها. حلقة الليلة بعنوان نرجسية الإلحاد المعاصر. الإلحاد المعاصر وخصوصا في الفترة الأخيرة أصبح معبأا بنوع من النرجسية، بنوع من الاستعلاء، بنوع من الكبر إن شئت أن تسميه، لأن هؤلاء الملاحدة الجدد يعتقدون أنهم يحتمون بدرع كبير اسمه العلم، وأن العلم يخدم النظرية الإلحادية. وهذا ما نحاول أن نرد عليه. ليس ثمة أسباب ولا صلات ولا عرى تربط الإلحاد الجديد بالعلم. وأنا أفرق هنا بين ملاحدة أصلاء، يعني الملاحدة الأصليين في أوروبا زي ستيفن هوكينج، زي سام هاريس، زي دوكنز، هؤلاء ملحدون يصنعون مدارس، وفي داخل العالم العربي من أسميهم بالملاحدة الكومبارس. ملاحدة كومبارس ما لهمش في المسألة خالص، لا علم ولا ثقافة ولا تأصيل للأدلة، لكن دائما يزحمون الأوقات ويملؤون فضاء السوشيال بالشتائم. من سمات الملحد العربي خصوصا في السنوات الأخيرة الشتائم، إن هو لما تيجي تناقشه عندما تفند له شيئا على الطاولة يوسع المناقش أو المحاور شتائم وإقذاعا وسبا كنوع من استخدام آلية التشهير، لكن تيجي تدور عنده على أدلة، على علم، على تأصيل علمي لن تجد من ذلك شيئا. هذه واحدة. الأمر الثاني، الملاحدة في العالم المعاصر مثل ستيفن هوكينج لديهم بعض التواضع. يعني ستيفن هوكينج مثلا في كتاب بريف هيستوري اوف تايم، موجز تاريخ الزمن، وده من اهم كتب الالحاد في العالم المعاصر، بيصف نظرياته بما يسميه possible explanation، يعني تفسير محتمل. ما بيقولش انه بيطرح يقين، فارق بين ان تطرح عقيدة يقينية وان تطرح تفسيرا محتملا. فستيفن هوكينج بيقول لك انا بطرح تفسيرات محتملة، انا راجل بتاع معمل وبتاع مختبر وبتاع علم كوزمولوجي، علم كونيات، فاطرح تفسيرات تتعلق بالمجرات والافلاك ونظرية الانفجار الاعظم الى اخره. لكن الملحد العربي ملحد متغطرس جدا، متكبر جدا، لا يريد ان يطرح اشياء محتملة، يطرح على الطاولة ما يعتبره يقينا، وده هيبان في الفيديوهات التي سنعرضها، ومن بينها هذا الفيديو الذي سنبدأ به الحلقة،
وهذا الفيديو بطبيعة الحال يعني ليس هو كل ما يقال، لكنه نموذج حي لبعض ما يقال، بمعنى إنه ما سنعرضه هو جزء من آليات المناقشة لدى الملحد العربي. والملحد العربي ده مش بتاع كتب ولا يعني مراجع زي ما الناس فاكرة، بالعكس دول ملاحدة قاعدين في مقاهي معروفة في بعض المدن العربية، تبص تلاقيهم قاعدين في وسط البلد في مقهى ريش في مقهى زهرة البستان، يعني لا يرون للحياة ضرورة وليس في أذهانهم علم، وياما ناقشناهم وياما نظرناهم فلم نجد لديهم إلا خواء في الفكر. لكن أنا لما أقرأ الملحد ستيفن هوكينج أجد لديه بعضا من العلم وكثيرا من التخليط والادعاء، لأنه بيقرب من منطقة مش بتاعت علم. لما تقول من الذي يعني هو يقدر يقولك كيف تسلسلت المسائل من الخلية الأولى إلى السمكة إلى الفأر إلى القرد إلى إلى إلى، يقدر يتكلم في دي. لكن الدقائق الأولى لانبثاقات الكونية الأولى ميلاد الكون الأول ما يقدرش يتكلم فيه. ولذلك ستيفن واينبرغ وده عالم فيزياء معروف حصل على جائزة نوبل في السبعينيات، في نهاية السبعينيات كان له كتاب اسمه الدقائق الثلاثة الأولى، الكتاب اسمه كده الدقائق الثلاثة الأولى. أول دقائق شهدها ما يسمى البيج بانج أو الانفجار الكوني الأعظم، هما بيعتقدوا أن الكون نشأ نتيجة انفجار، لكن ما جاوبوناش حتى لو الكون بمجراته وأفلاكه ونيازكه وشهبه نشأ نتيجة انفجار، هل هذا يعني وجود خالق أو لا يعني وجود خالق؟ ما بيردوش، مش قادرين يجدوا إجابة مقنعة في هذه المساحة. دول الملاحدة في أوروبا أو في أمريكا، لكن الملاحدة العرب بسم الله ما شاء الله تلاقيه يدعي في القرآن ويدعي في السنة ويدعي في الكوزمولوجي وعلم الكونيات ويدعي في علم التشريح، له ادعاءات في كل حاجة وكل شيء عنده يقين. ولو قربت تحاول تكسر اليقين اللي جواه أو تحاول تفكك أو تسائل منطقه لن تجد إلا سخائم وشتائم، مع أنهم يتهمون الذين يتشبثون بالمواقع الإيمانية بأنهم إقصائيون، لكن في واقع المناظرات والحوارات اليومية الملاحدة العرب أو كما أسميهم الملاحدة الكومبارس هم الإقصائيون، هم الإقصائية بعينها، لا يطيقون أن يساءل منطقهم، لا يطيقون أن يفكك منطقهم. ولذلك أنا أدعو كل الدعاة والمؤمنين، أدعوهم إلى أن يدرسوا توجيهات القرآن في التعامل مع الإلحاد. الملحد في الحقيقة وخصوصا الملحد العربي داخله يقين أن ما يقوله ليس صحيح، هو متردد متلخبط ويثق أن ما يطرحه ليس يقينا، لكن هو جواه بقى يقين أن اللي بيقوله هو صح حتى لو كان اللي بيقوله ده لا صلة له بالعلم. القرآن ادانا الكتالوج في الجزئية دي عندما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. القرآن هنا بيديك الكي سنتنس أو الجملة المفتاح التي تستطيع من خلالها أن تفهم الملحد، هو جواه مقتنع أن لهذا الكون خالقا وأنه لا يمكن هذا التنسيق المنضبط الدقيق المحسوب بالأقيسة والأبعاد نتج نتيجة نظرية المصادفة، هذا هراء. تعالوا كده نشوف عينة مما يقول الملحد العربي ونشوف بيقول ايه عن بداية الكون وعن نشأة الكون، ثم نعود داخل الاستوديو مجددا معقبين، فابقوا معنا. لنا عبارة عن انسان فاني ابحث عن الحقيقة وابحث عن الحقيقة عاليا ولا يهمني ابدا. بتخاف من الموت؟ اكيد بخاف، بس بخاف من الحياة اكتر، بخاف من الموت لانه بتكون حياتي راحت سدى وما بيكون الى معنى. يعني انا مشكلتي الميتافيزيكية بالحياة انه حياتي الى قيمة، انا اؤمن مع خي فؤاد انه الحياة عجيبة بيولوجية، ستان ميراكل. مين عطاك الحياة؟ ما بعرف، ما بعرف وما حدا بيقدر يقول لي مين عطاني الحياة، لانه كل الناس بنظروا بداية بنظرية البيج بانج، مين كان من 13.7 مليار سنة ليخبرني انه صار البيج بانج وتغيرت
السعرات الحرارية وتغيرت حرارة الأرض. أنا مين خلقهم؟ كإنسان فاني. كإنسان. أنا برأيي ما بتقدر تخلق شيء من العدم من النيام. أيوة. أنا يعني برأيي كله كان موجود. مين خلقه؟ ولا موجود ما في. مين خلقه؟ نحن عم ننبش على خالق تنعطي معنى لحياتنا كناس. لك شو بدي بداية؟ أنا برأيي ما في بداية، والأخطر أنا برأيي ما في نهاية بهذا الكون المتناهي يلي فيه 60-70-80 مليار. قبل ما نوصل للنهاية خلينا، كان في بداية؟ أنا برأيي لا، ما في بداية. كما ترون عينة من الملاحدة العرب، منطق أجوف، نوع من الديماجوجية، يلف ويدور حوالين نفسه زي الساقية عندنا في الفلاحين، الساقية عمالة تدور حوالين نفسها. الملحد العربي يدور حول ذاته، يباشر عنده ولع خاص بالدوران في الفراغ، يقول لك عم بننبش في هذه الأسئلة، أسئلة الخلق والإيجاد والحدوث. طب يا زكي يا حصيف، معنى أن الإنسان بينبش في هذه الأسئلة بتعبيرك أن هذا سؤال الفطرة لا يمكن أن نفر منه ولا أن نهرب. ما أنا بوريك الملحد العربي نموذج صارخ للتناقض، نموذج صارخ للتناقض. يقول لك عم بننبش في أسئلة بدايات الكون، ما هو لازم ننبش حتى لو تخلص الإنسان من آثار الوراثة والعائلة والأسرة، حتى لو عاش في جزيرة منعزلة ما يعرفش حد وما حدش يعرفه، ستتفجر داخله أسئلة الفطرة. وعشان كده أول دليل على وجود الله كما علمنا في علم العقيدة اسمه دليل الفطرة. دليل الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه. فهو هنا الملحد العربي اللي احنا عرضنا نموذجا له بيستغرب او احنا بننبش في أسئلة الخلق ليه؟ لأنها أسئلة الفطرة. حتى لو يعني دفننا الأسئلة دي وأهلنا التراب فوقها ظنا أنها ماتت في وقت من الأوقات، سيزال كل هذا التراب وتعود أسئلة الفطرة مرة أخرى. وكبيركم وصنمكم الأكبر ستيفن هوكينج نفسه، مش ده أمير الإلحاد بتاعكم؟ مش ده رأس المدرسة الإلحادية؟ مش ده اللي بتعتبروه إنجيل الإلحاد الجديد؟ طب ما ستيفن هوكينج نفسه بيقول في الصفحة الأولى Where did we come from؟ احنا جينا منين؟ احنا بقى اللي بننبش ولا اميرك ورئيسك ورأس المذهب هو اللي بينبش عن السؤال؟ لانك من الاصل لن تستطيع ان تفر من هذا السؤال. تطرق الملحد العربي ايضا في حواره الذي تابعناه لنظرية البيج بانج، نظرية الانفجار الاعظم. وبعض الشباب المغرر به متصور انه نظرية الانفجار الاعظم تنفي وجود الخالق. هات لي كتاب واحد، هات لي دراسة واحدة، هات لي عالم واحد يعتد به، هات لي مقال في جريدة كبيرة بوزن الواشنطن بوست أو الدير شبيجل أو لوفيجارو أو أي صحيفة، هات لي مقالة واحدة أو دراسة واحدة بتقول إنه نظرية البيج بانج تعني عدم وجود خالق. محدش قال كده، بالعكس، نظرية البيج بانج أو الانفجار الأعظم التي يفسر بها بداية الكون إنه حصل انفجار كبير في البداية، كان في تضاغط مادة متضاغطة ثم حدث انفجار ضخم نجم عنه المجرات والأفلاك والكواكب والنيازك والشهب والشيء اللي احنا شايفينه ده على أعلى درجة من الأقيسة والأبعاد المنضبطة والتخطيط والتنسيق والتنظيم. مفيش حد شرح نظرية البيج بانج أو نظرية الانفجار الأعظم وقال أو حط تناقض بينها وبين فكرة وجود خالق. مفيش تناقض، بمعنى انه نظرية البيج بانج لا تعني عدم وجود خالق. ده انا بقوله لكل الشباب، كل طلاب الجامعات وبعضهم يغرر به. ونظرية الالحاد الجديد او مدرسة الالحاد الجديد بتسرب في بعض ما تكتب انه نظرية الانفجار الاعظم او البيج بانج تنفي وجود الخالق، وهذا وهم وهراء نرد عليه الليلة. ما فيش واحد ممن تبنى نظرية الانفجار الأعظم، حتى ستيفن هوكينج خصص الفصل الثالث وبعض فصول الكتاب للكلام عن نظرية البيج بانج أو الانفجار الأعظم، ولم يتجاسر في سطر واحد أن يقول إنه نظرية الانفجار الأعظم تعني عدم وجود خالق. ما حصلش، ما حصلش. فالملحد العربي ده بيكلمك عن البيج بانج ويرجع يسأل باللهجة الشامية الطريفة ليه عم بننبش في الخالق وجود خالق؟ لأن ده سؤال الفطرة، لأنه هذا هو ما يفرضه منطق الأشياء، لأن هذا هو ما يفرضه السقف الموضوعي. أنا لقيت كوب،
منطقي أن أسأل من صنع هذا الكوب، لقيت مائدة موجودة أو مصممة على أحدث طراز بديزاين أو بتصميم يستلفت النظر، منطقي أن أسأل من الصانع البارع الذي صمم هذه الطاولة أو المائدة، ده منطقي منطقي. ما تجيش تسألني تقول لي ليه عم بننبش في هذه الأسئلة، لأنها ببساطة أسئلة الفطرة، لأنها ببساطة أسئلة الفطرة. زي ما قال أبو حامد الغزالي زمان، لو وجدنا إنسانا يخيط الثوب ماسك طوب وعمال يخيطه بالإبرة والفتل، لكان كونه حيا من أظهر الموجودات. مدام بيخيط، هذا التخيط أو مباشرة الحياكة أو الخياطة لثوب أو لقطعة قماش، هذا دليل على أنه موجود. ما هو معنى أنه يمسك الإبرة والفتلة ويبدأ يحط خيط في خيط، يبقى من البديهي أنه موجود. فأنا بسأل هذا الشخص هل نظرية البيج بانج، وبسأل كل الملاحدة العرب أو الملاحدة الكومبارس اللي قاعدين في بعض المقاهي في القاهرة ولا في دمشق ولا في تونس ولا في كازابلانكا ولا في أي مدينة عربية، بسألهم هل نظرية البيج بانج تعني عدم وجود خالق؟ محدش قال كده، ولا حتى ستيفن هوكينج أميركم وصنمكم الأكبر ما قالش في صفحة من الصفحات إنه نظرية البيج بانج تعني عدم وجود خالق. في الأربعينات كانوا يؤمنون بما يسمى بالحالة الثابتة السرمدية، زي ما قال صاحبنا الملحد العربي اللي ظهر من شوية ده، أن الكون ليس له بداية ولا نهاية، حالة سرمدية كده مستمر. طب جت نظرية البيج بانج في آخر الأربعينيات نقضت ودمرت رؤية الرؤية القديمة إنه الكون حالة ثابتة سرمدية ما نعرفش بدايتها إيه. لا، نظرية البيج بانج أكدت أن للكون بداية، وحددت نقطة البداية بما يسمى الانفجار الأعظم، وكل شيء له بداية منطق أنه هيكون له نهاية. هنا في آخر الأربعينيات ومع ظهور نظرية البيج بانج أو نظرية الانفجار الأعظم، بدأت المدرسة المؤمنة أو المدرسة الإيمانية تكتسب أرضا في قلب الكوزمولوجي أو علم الكونيات. بدأ علم الكونيات يقترب من الإيمان والعقيدة، لأنه معنى نظرية الانفجار الأعظم أن للكون بداية، ومعنى أن للكون بداية أن له صانعا ومحدثا. هذا أمر لابد أن يفكر فيه الملاحدة العرب. انسى خالص الكاميرات، وانسى الشو الإعلامي، وانسى الفرقعة الإعلامية، وانسى تصفيق الناس وهتاف الناس. ما تبقاش فرحان انه الشباب في السوشيال عمال يتكلم عنك لانك تجدف او تهرطق، كل ده مش هيفيدك. في خريف الاعمار كل ده بينتهي، وبتلاقي نفسك ترتطم باسئله الفطره مره اخرى. لا التصفيق هينفعك، ولا الثناء هينفعك، ولا الشو الاعلامي هينفعك. ده بنقوله للملاحده. اغلب الطوائف المسيحيه في اوروبا امنت بانه نظريه الانفجار الاعظم نظريه ايمانيه قال بها جورج لوميتر. يعني حتى في مدارس فكرية بتعتبر انه نظرية الانفجار الاعظم نظرية ايمانية تعني وجود محدث وصانع وخالق. مش كده وبس، عندنا البابا فرانسيس في اكتوبر 2014 اكد انه نظرية الانفجار الاعظم التي ترتد بالكون الى 13 مليار عام تعني الدليل على وجود الخالق. يبقى مش بس نظرية الانفجار الأعظم في أوروبا نقضت الفكرة القديمة أو دمرت الفكرة القديمة، فكرة الكون السرمدي. ولاحظ أن الملحد العربي ده بيكلمك بمنطق الثلاثينات والعشرينات من القرن اللي فات، لا بيجددوا المعلومات ولا بيعملوا أبديتس ولا بيتابعوا أي دراسات جديدة. هو خلاص مسستم حاله على جملة واحدة أراها ولا كتاب واحد أراه، مفيش بقى ما يسميه ستيفن هوكينج updates on topics، التحديث والتجديد في المعلومات. أنا عاوز الملاحدة العرب أو الملاحدة الكومبارس كما أسميهم، عاوزهم يجددوا شوية في المعلومات، عاوزهم يعملوا شوية updates. هيكتشفوا أنهم مؤمنين بمخلفات، مخلفات تجاوزها تاريخ العلم. يعني حتى يعني إحنا القرآن الكريم بعض الآيات تكاد تقترب من نظرية الانفجار الأعظم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يعني كان في حالة من التضاغط، كتلة كده مضغوطة قوي، تم تفتيقها
ده ممكن يقرب من نظرية البيج بانج. وبالتالي أنا بقول لكل الملاحدة العرب، ما تفتكروش أن نظرية البيج بانج هي بيضة الديك، ما تفتكروش أن نظرية البيج بانج هتخدم فكركم الإلحادي، بالعكس بالعكس، ده نظرية البيج بانج بتنقض الفكر الإلحادي كله، بتنقض فكرة الكون السرمدي الذي لا بداية له ولا نهاية، لأنها تثبت أن للكون بداية وصانعا ومحدثا. وهنا ستيفن هوكينج برضو الصنم الأكبر لكم، رأس المدرسة بتاعتكم، هو الرجل ده عنده علم، ما أقدرش أنكر أنه عنده علم، بس ما عندوش اليقين اللي بلاقيه عند الملحدين العرب، ما عندوش هذا اليقين. حتى هو بيقول لك في مقدمة الطبعة اللي ظهرت سنة 96 للكتاب، بيقول من السابق لأوانه أن نعتقد أن الكون بلا بداية ولا نهاية، ما فيش تحت ايدينا دليل على هذا الكلام، without beginning or end، ما أقدرش أقول أنه الكون بلا بداية ولا نهاية. فعمل حاجة ذكية جدا، رحل السؤال للمستقبل. نشوف بقى علماء المستقبل هيحسموا المسألة دي. طب إذا كان ستيفن هوكينج نفسه الذين تقفون تحت خيمته وعباءته رحل السؤال للمستقبل، فكيف بكم أنتم تجزمون وتقطعون بأن الكون لا بداية له ولا نهاية؟ على أي حال سنعود إلى هذه النقطة، بس معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور علي عبد الجيد، مدرس الحديث وأصوله بجامعة الأزهر. دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الكريم. أهلا بك ومرحبا في برنامج عالم بلا إلحاد. حياك الله يا أستاذنا، بارك الله فيك. دكتور علي، يعني إحنا اعترفنا في صدر هذه الحلقة ومقدمتها إنه الإلحاد نجح في تجديد أدواته، وظهر الآن ما يسمى نيو إيثيزم أو الإلحاد الجديد، وإنه هذا يقتضي على الدعاة المتحققين بالعلم الشرعي وبالبصيرة أن يجددوا أيضا أدواتهم للتفنيد والرد. كيف تنظر إلى السياق الإلحادي المعاصر الآن؟ أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، عليه الصلاة والسلام. يعني وحيي هذا البرنامج دكتورنا دكتور حسام، بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان الحسنات، اللهم أمين، وأن يسدد خطاكم وأن يوفقكم وأن يعين هذه القناة في نشر هذا الفكر الصائب. آمين آمين. سيد الدكتور، يعني الآن نحن في 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 ثورة عارمة من هذه المواقع، مواقع النت ومواقع التواصل الاجتماعي. نصيحتي للأئمة والمشايخ ولطلاب العلم ولأساتذة الجامعة من مشايخي والإخوة الزملاء، ينبغي أن يدخلوا هذه المواقع وأن ينظروا فيها وأن يتأملوا وأن يسيروا الأمور بمنهج عصري، كما قال سيدنا وشيخنا الدكتور أحمد معبد، أنه دائما ما كان يوصينا بإظهار السنة النبوية للعالم بمنهج سهل يصل لجميع الناس. الآن الشباب وكثير من الناس في القطاع العريض الآن لم يعد يتحمل الكلام الأكاديمي بهذا الطرح القديم، فينبغي أن نؤصل لهذه المسألة بأسلوب سهل وأن نحذر شبابنا وأمتنا. يعني أنا حضرتك بتتفق معنا يا دكتور علي أنه لم يعد مناسبا أن نقول لهم العبارات الكليشيهات التقليدية، البعرة تدل على البعير والقدم تدل على المسير، لا يا سيدي، وأنه لابد أن نقترب بالفعل ونحدث أدواتنا. هذا الكلام صار محفوظا. نعم، يعني الآن إذا تكلمت مع أي شاب يقول لك هذا الكلام محفوظ، أنا خلاص جئنا منه ومشايخنا على المنابر من قديم يرددونه، وهذا الكلام قد ترث من كثرة ترداده. الآن احنا نريد أن نشارك بمنهج علمي سهل يصل لجميع الناس. يعني بوضوح كده عشان نفكك الجملة دي يا دكتور علي لكل الدعاء، وخلينا نصارح ونكاشف الجميع بالحقائق، أنه لازم الداعية العصري الآن يدرس نظرية التطور لداروين، لابد أن يدرس نظرية الانفجار الأعظم التي طرحت في علم الفيزياء، لابد أن يقرأ ما كتبه سام هاريس وما كتبه ستيفن هوكينج وما كتبه دوكنز والملاحدة الجدد. هل تعتبر ده فرض عين على من يشتغل الآن بالعمل الدعوي؟ أعتبروه من أولى الفروض الآن. نعم سيد الدكتور، أنا يعني سؤال دائما ما أطرحه في المحاضرات، أقول من الآن من أين نبدأ أيها الناس؟ من أين نبدأ؟ لابد أن نبدأ من إصلاح العقيدة، وهذا هو الشعار الأول.
الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لدعاته ورسله، قال ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. الآن فرض عين أن نتعلم العقيدة وأن نتعلم هذه النظريات ونطرحها على الناس ونبين هذا التهافت الذي فيها بأسلوب سهل. الآن سيد الدكتور على الفضائيات وعلى المواقع هم الآن تنظر لهذه السلة الذين يدعون العلم والثقافة، الآن تراهم يضعون السم في العسل والسم في أشهى الطعام. هو يظهر على الناس الآن بأنه مثقف وعالم ويأتي بالكتب ويقلب في الصفحات، وطبعا القنوات والمواقع مفتوحة لهؤلاء. والغريب والعجيب إن القطاع الثاني من طلبة العلم والمشايخ لا يواكبون هذا التطور. لماذا؟ يعني حضرتك هنا دكتور علي بتقول فكرة خطيرة جدا، أنهم لا يطرحون الإلحاد على الطاولة بشكل مباشر، لكن يضعونه في ورق سلوفان، في شكل نص روائي، في شكل نص شعري، في شكل مسرحية، في شكل حصة درامية، ويحط بقى يسرب ما يريد أن يشاء من الفكر العبثي طبعا. أو العدمي أو الإلحادي، ونحن لازم نتفطن لهذا الأمر. أستاذنا الدكتور، يعني طبعا لا يخفى أن الآن أول يعني الإلحاد للأسف الشديد أنه لم يظهر في الأمم السابقة إلا في القليل النادر. وشيعة وظهر بسبب الأسف الشديد الكنيسة الأوروبية لما حاربت العلم وحاربت أهل العلم اللي هم أصحاب العلوم التجريبية. هؤلاء العلماء وقفوا في وجه هذه الخرافات التي ظهرت من عند الكنيسة، ثم بعد ذلك اضطروا لأن يلتجئوا للعلم وأن يؤمنوا بالظاهر. وهذا الأمر بالطبع عندنا نحن هذه الشريعة وهذا الدين يقدس العلم ويقدس الفكر. دكتور علي، أنا لدي سؤال أود أن أطرحه عليك في هذا المنعطف أو في هذه المحطة. في سؤال تدبرون أفلا تتفكرون؟ في سؤال أود أن أطرحه في هذه المحطة. حضرتك بين الفرق التي تدرس لها أو الطلاب الذين تدرسهم في أروقة الجامعة، التقيت بشباب ملحد؟ معذرة يا أستاذنا، يعني يا ريت السؤال من جديد. حضرتك وأنت تدرس في أروقة الجامعة لديك طلاب وتلاميذ، هل التقيت بشباب ملحد من طلابك وتلاميذك؟ يعني يا أستاذنا بفضل من الله ومنا في جامعة الأزهر لم نقابل مثل هذا الشباب. وبحمد الله، وهذا يعني في وسط شبابنا بفضل من الله ما وجدنا. ولكن هناك أسئلة تتردد بين الشباب هم على خطر عظيم. ربما بعض الشباب يأتي إليك بشبهة وتراه يستحي أن يتكلم بمثل هذه الشبهة. مثلا سيدي الفاضل، كثير من الشباب استوقفني، يعني الشبهة المشهورة اللي ربما تبث في وسائل الإعلام وكثير من هؤلاء تراهم يعني يروجون بها. يأتي الشاب ويقول يعني يا فلان أنا أؤمن بأن الذي خلقني هو الله وأن الذي خلق الكون هو الله، ويعني بعقل ما من موجود إلا وله واجد، فمن الذي أوجد الله؟ وهذه الشبهة سيدي يعني العجيب أن تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها على مسامع أصحابه كما في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم ثم يقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق ربك. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. الآن الشاب احنا نعاني من الغزو الفكري، وأنا دائما ما أقول الفكر لا يرد إلا بالفكر. هذا الشاب المسكين في وسط هذه الشبهات وفي وسط هذه المواقع التي صارت ميسورة على الكبير والصغير إن هو يتناول مثل هذه المواقع، إذا قلت له استعذ بالله وانتهي، طب بعد دقائق سينظر في هذه المواقع وسيرى شبهات. لابد من العلم، لابد من الثقافة. ويعني لو سمحت لي يا أستاذنا، هناك نظرية أو هناك مناظرة حدثت لبعض العلماء قديما، وهي مناظرة عقلية. لو سمحت لي وأعطيتني قليلا من الوقت أطرحها على مسامعي. والحقيقة إحنا في النزع الأخير من الحلقة، فقدام حضرتك دقيقتين لتلخيص هذه المناظرة. أطرح هذه المناظرة يا سيدي في الدقيقتين لأنها من الأهمية بمكان. هذا العالم يحكي عن نفسه لما كان طالبا أنه رأى رؤيا أفزعته، فهرول مسرعا إلى شيخه
وهنا وقف أن الناس في حاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم للطعام والشراب كما قال أحمد. فهرول مسمعا لشيخه قال: يا شيخ رأيت رؤيا. قال: قصها. قال: بينما أنا نائم رأيت خنزيرا يتعرض لشجرة كبيرة، فخرج من الشجرة غصن فضرب الخنزير على رأسه، فتحول الخنزير لعابد طائع، وقد أفزعتني هذه الرؤيا. فقال له شيخه: دعني الآن، فإني في هم وغم وكرب. قلت: ما لك يا أستاذ؟ قال: إن الأمير قد طلب مني أن أناظر بعض الملحدين، وإني أخشى على الناس الفتنة. قال: الآن تحققت رؤياي يا أستاذ. قال الشيخ: وما رؤياك؟ فقصها مرة ثانية. قال الطالب لشيخه: وقد أولتها. فقال الشيخ: وما تأويلها؟ قال: الشجرة الكبيرة هي أنت، فأنت شجرة العلم، والغصن هو أنا طالبك، والخنزير رئيس الملحدين، ضربناه على رأسه بالعلم الشرعي فتحول إلى عابد طائع. ثم قال: اتركني للمناظرة يا أستاذ. قال: لا، أنت صغير لا تستطيع المناظرة. قال: يا شيخ اتركني للمناظرة، فإن خسرت فأنا التلميذ، وإن كسبت فما بالك بالأستاذ. فانطلق هذا التلميذ واحتشد الناس من كل حدب وصوب. فقال زعيم الملحدين للطالب: أين شيخك؟ قال: إن شيخي استخفكم في نظره فأرسل إليكم طالبا من طلابه. فاستشاط زعيم الملحدين غضبا، ثم قال للطالب: نبدأ الأسئلة؟ قلت: سلنا بدلك. فقال له: من كان قبل ربك؟ ومتى ابتدأ ربك؟ فقلت له: يا هذا ربي أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء. قال: لا، هذا كلام محفوظ، أريد أن تقنعني بالمعقول، هؤلاء لا يؤمنون إلا بالمشاهد بالمحسوس. فقلت له: هل تعلم الأعداد الحسابية؟ قال: بلى. قلت: فما العدد الذي قبل الثلاثة؟ قال: الاثنان. قلت: وما العدد الذي قبل الاثنين؟ قال: الواحد. قلت: وما العدد الذي قبل الواحد؟ قال: لا شيء قبله. قلت: سبحان الله، إذا كان الواحد في الأعداد الحسابية لا شيء قبله، فكيف بالواحد الحقيقي وهو الله؟ ما شاء الله ما شاء الله. قال زعيم الملحدين: نخرج من هذا. ثم قال: يا شيخ أين يتجه وجه ربك؟ قال: لو أتينا بمصباح لأشعلناه. معذرة دكتور علي، معذرة دكتور علي، للأسف الوقت يعني ينفد. جزاكم الله خيرا على هذا الطرح الطيب، وكويس ان الدكتور علي يعني طرح المسألة في شكل صيغة رقمية، ثلاثة تسبقها اثنين، اثنين تسبقها الرقم واحد. طب وما الذي يسبق الواحد؟ الصفر، العدمية. إذن لابد من محطة انتقلت فيها المادة من حالة العماء والعدم إلى حالة الوجود. قولوا لنا بقى بمختبراتكم ومعاملكم ونظرياتكم، من الذي نقل المادة من حالة العماء والعدم إلى حالة الوجود؟ وده اللي قاله ستيفن وينبرغ عالم الفيزياء لما اتكلم وحط عنوان الكتاب الدقائق الثلاث الأولى. ما تقولوناش مليار سنة ولا مليون سنة ولا ديشليون سنة، خلينا في الدقائق الثلاث الأولى التي ولد فيها الكون وانبثقت فيها مكونات هذا الكون. مين بقى اللي نقل هذه المادة من حالة العماء إلى حالة الوجود؟ جاوبونا جاوبونا. عشان كده في الفيديو بتاع الملحد اللي نقلناه من شوية كان المذيع بيسأله: طب من أعطاك الحياة؟ قال له: ما بعرف. من أعطاك الحياة؟ ما بعرف. لا، إحنا بقى نعرف، إحنا بقى نقدر نعرف. تعالوا نطرح سؤالا آخر: هل المقصود بالإلحاد في العالم العربي أو المستهدف كل الأديان والعقائد ولا الإسلام تحديدا؟ يعني أنت عاوز تضرب كل الأديان والعقائد ولا أزمتك كلها الإسلام؟ تعالوا ننظر إلى هذا الفيديو ثم نعود إلى الاستوديو معقبين، فابقوا معنا. أنا شخصيا لن أنتقد أي دين من أديان العالم إلا الإسلام، إلا الإسلام، لن أنتقد أي دين. أنا شخص ملحد بكل الأديان وأعتبرها كلها خرافة، ولكن لن أنتقد غير الإسلام دينا، نكون واضحين بهالمسألة هاي. وراح أبدأ مع أهلنا المسلمين، يعني
في شي يوم سألت حالك ليش أنا مسلم؟ ليش أنا سني مثلا أو شيعي؟ وكنهار بتشهد أشهد أن لا إله إلا الله بلا 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 بلا، يعني صار فيك مثل اللي شاهد ما شافش حاجة. هل شاهدت محمد أنت؟ شاهدته حتى تشهد أنه رسول الله؟ كيف يعني شاهدت محمد تشهد أنه رسول الله؟ كيف تشهد يعني؟ يعني أنت كمسلم كيف تشهد أنه أنت محمد رسول الله يعني، وتشهد أنه لا إله إلا الله؟ أنت شفت الآلهة حتى عرفت أنه لا إله إلا الله مثلا؟ أنت فكرت فيهم؟ أصلا ما فكرت فيهم أنت. وراثة ورثتها مثل ما بتورث أي شيء من أبوك وأمك، أي شيء تورثه ورث دينك كمان. يعني غير هيك سألت شي نفسك مرة ليش أنا شيعي مثلا ماني سني، أو ليش أنا سني ماني شيعي؟ بالصدفة هيك صرت انولدت على الدين الحق بين كل هالآلاف المؤلفة من المذاهب والأديان. كما رأيتم نموذج فج للديماغوجية والجدل البيزنطي والدوران في الفراغ. هو الملحد الذي رأيناه الآن بيقول أنا شايف كل الأديان خرافة بس أنا لن أنتقد إلا الإسلام. ده إيه يا سيدي الموضوعية دي كلها؟ ما هو جوهر الأديان واحد، أن يوجد للمصنوع صانع، أن يوجد للكون مكون، أن يوجد للموجودات موجد. فلو أنت رافض هترفض كله، لكن تيجي تقول لي أنا رافض الإسلام تحديدا، هنا يكاد المريب يقول خذوني، يبقى مش مستهدف إنك تدافع عن عقيدة تعتقد أنها صحيحة وهي عقيدة الإلحاد أو عقيدة التعطيل. لا، أنت عاوز تهاجم الإسلام وتزيحه من المشهد، أدي الهدف الحقيقي. أنت تريد أن تزيح الإسلام بقوته وقدرته على الاستمرار وقدرته على الصمود وقدرته على اكتساب الأتباع، تريد أن تزيحه من المشهد. ولذلك بيقول للمسلم ما سألتش حالك ليش أنا مسلم؟ طب أنا بسألك وانت ما سألتش حالك ليش أنا ملحد؟ أنا هرد لك الكرة في ملعبك، أنت تقول لنا اطرحوا على أنفسكم سؤالا ليش أنا مسلم؟ والله احنا السؤال ده طرحناه عشرات المرات، طرحناه ونتعبد بطرحه كل يوم مع كل صلاة ومع كل أذان ومع كل خروج، مع تباشير الصباح الأولى ومع كل أذكار الصباح والمساء ومع كل لحظة نخلد فيها إلى النوم، نجدد هذا السؤال على ضمائرنا. لكن انت بقى مدي لضميرك أجازة؟ ما طرحتش على نفسك السؤال ولو مرة واحدة ليش أنا ملحد؟ ولا مطلوب نحن فقط أن نحرر المسائل والأسئلة وحضرتك تدي لضميرك أجازة أو تضعه في الثلاجة؟ إنكار وجود الخالق أكبر جريمة كونية، أكبر جريمة يمكن أن ترتكب، أن تنكر وجود الصانع والمدبر والخالق. فأنا بطرح عليك السؤال زي ما طرحته علينا، أنت بتقول ما طرحتوش على نفسك سؤال ليش أنا مسلم؟ ليش أنا سني؟ ليش أنا شيعي؟ ليش ليش ليش؟ طب يا سيدي اطرح بعضا من هذه الأسئلة على نفسك وأنت في غرفتك في لحظة صدق ومكاشفة مع النفس. أنت بقى ما سألتش نفسك ليش أنا ملحد؟ هل معايا دليل علمي؟ هل معايا دليل كوني؟ هل معايا دليل فيزيقي؟ هل معايا دليل من الكتاب المنظور أو الكتاب المسطور يبرر لي إنكار وجود الخالق؟ ولذلك الحالة اللي احنا شفناها دي مش حالة جديدة. الملحد المعروف سام هاريس، وده طبيب أعصاب بالمناسبة، سام هاريس معروف جيدا في دوائر الإلحاد بكتابه الشهير End of Faith أو نهاية الإيمان، هو بيعتقد إنه الإيمان انتهى، وعمل كتاب بهذا المعنى في 2004. في 2005 فاز هذا الكتاب بجائزة بين أوارد، ودي جائزة ضخمة جدا في أمريكا.
سام هاريس كان له محاضرة بيهاجم فيها الإسلام تحديدا، بيهاجم فيها الإسلام تحديدا. طيب ما هو انت لو منطقك انك رافض العقائد والأديان يبقى هتهاجم الإسلام والمسيحية واليهودية وأي دين سماوي أو كتابي. لكن معنى اللي عمله الملحد العربي اللي شفتوه ده عمله سام هاريس، خصص محاضرة بعنوان ماذا لو كان الإسلام صحيحا. إيش معنى يا سيدي الإسلام اللي عامل لك أرتكارية؟ إيش معنى؟ ما هو أنت لو رافض العقائد والأديان هترفضها كلها، لكن أنا أنبه إلى أن هذا الإلحاد ليس صادقا فيما يطرح من فكر وطرح على الطاولة، لأنه مدارس الإلحاد التي تنبث الآن عربيا وعالميا ليس لها إلا هدف واحد، استئصال شأفة الإسلام تحديدا. لأن الإسلام يضرب الاحتكارات، لأن الإسلام يضرب الاستعمار، لأن الإسلام يعيد توزيع الثروة، لأن الإسلام هو صوت الشعوب المهيضة المظلومة، وهم لا يريدون للإسلام أن يقوم بهذه الثورة الإنسانية والعالمية لاسترداد الحقوق. لما وقف ربعي ابن عامر أمام رستم قائد الفرس كان يمثل نبل الفكرة الإسلامية، جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فربعي ابن عامر كان يعرف رسالته الحضارية جيدا، ومعظم مدارس الإلحاد في العالم المعاصر تعرف أن الإسلام لو تمكن في العالم كله سيعيد تدوير وتوزيع الثروة، سيعيد الانتصاف للمهمشين والفقراء والبسطاء، سينهي توحش المنظومة الرأسمالية، سيعيد الإنسانية إلى الجادة المثلى، سينهي ما يسمى ريسيزم أو العنصرية. هم يعرفون هذا جيدا، فالضرب يستهدف به الإسلام تحديدا. زي ما الملحد العربي ده ركن كل الأديان وخص النقد بالإسلام وحده، وهذا دليل على أن إلحاده ليس نزيها وإنه ليس مقتنعا بما يقول، لكن يريد أن يضرب الإسلام تحديدا. وهذا ما صنعه سميه وأستاذه سام هاريس في محاضرة موثقة: كل من سعى إلى الهداية فإن السماء تمنحه الهداية، بس بشرط نسعى إلى الهداية بصدق، نسعى إلى الضفة الإيمانية بصدق وتجرد وإخلاص، نطرح الأسئلة الكبرى بصدق وتجرد وإخلاص، ننظر في أسئلة القرآن: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذه هي أسئلة الكون، أسئلة بيطرحها سام هاريس، أسئلة بيطرحها دوكنز، أسئلة يطرحها الجميع. وحتى سام ستيفن هوكينج في كتاب بريف هيستوري أوف تايم لما طرح احتمالية وجود خالق، بدأ الكون أو صنع الكون أو دبر الكون، قال عبارته الشهيرة: That may be so، قد يكون هذا صحيحا. إذن حتى ستيفن هوكينج لم ينكر وجود الخالق. هل للإلحاد أي أساس علمي بعد أن ثبت أن نظرية البيج بانج لا صلة لها بالإلحاد؟ هذا ما سنجيب عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله، ريثما نلتقي. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.